وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يستعرض عضلاته على النصر بخماسية في لقاء من طرف واحد. الأخبار، الأهلي يعقد جلسة فاصلة لتجديد عقد السعيد بسنتين. الجمهورية، محمد الشناوي برج الجزيرة: الاحتراف مش في دماغي، يكفيني شرف الأهلي. المساء، توربين الأهلي يدهس النصر. الوفد، أيمن أشرف: نصائح البدري سر تألقي، ولا أخشى المنافسة في المنتخب. المصري اليوم، الأهلي أزاروا الأكثر تسجيلا للأهداف مع الفريق في آخر 11 سنة. وفي الشروق، الأهلي يبدأ استعداداته للإنتاج الأربعاء. اليوم السابع، الأهلي يستعيد الجوكر والشناوي أمام الإنتاج الحربي. الوطن سبورت، جماهير الأهلي تحتفل بأول أهداف صلاح محسن بالقميص الأحمر. فيتو، علي معلول: أمامنا خطوات بسيطة لحسم لقب الدوري رسميا. في الجول، اتحاد الكرة: الأهلي يواجه الداخلية في الكأس بعشرة آلاف متفرج. الأهلي.com، عبد الحفيظ: وصول أزارو للهدف السادس عشر ليس كافيا، وننتظر المزيد. يورو سبورت عربية: أزارو ثامن أهلاوي يسجل 16 هدفا في موسم واحد. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، يحتفل اليوم عماد متعب لاعب الأهلي المعار إلى التعاون السعودي بعيد ميلاده 35، حيث أنه من مواليد 20 فبراير 1983 بمحافظة الشرقية. وحرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد متعب، حيث نشر الحساب الرسمي للأهلي على تويتر صورة لمتعب مصحوبة بتعليق: صباح الخير ملك البلاس 90. وكما هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عماد متعب بعيد ميلاده، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر رسالة للمهاجم المخضرم تقول: عيد ميلاد سعيد لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، صاحب الأهداف المؤثرة، فارس الأوقات الصعبة عماد متعب، كل عام وأنت بخير. كما تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الجنرال الراحل محمود الجهري، أكبر المدربين في تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية. ولد محمود يوسف نصير الجهري بحلوان في 20 فبراير عام 1938، وصعد للفريق الأول للنادي الأهلي عام 1955، واستمر به حتى اعتزاله عام 1966. وللجهري تاريخ كبير ومشرف في مجال التدريب، وحقق العديد من الإنجازات، ولكن يبقى قيادة مصر في مونديال كأس العالم 90 هو الأبرز. ورحل الجهري عن عالمنا في 3 سبتمبر لعام 2012، بعد تاريخ طويل من الإنجازات للكرة المصرية. زي النهاردة 20 فبراير عام 2014، توج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على الصفاقس التونسي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولية. وأحرز محمد ناجي جدو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 23 من عمر المباراة، وأضاف عمرو جمال الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و 68.
إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.